ليه أمر بيتمنى ابنه يكون رقم واحد في أي مجال فيه الحقيقة. قول لي بقى بدايتك، أنت بقى دخلت اللعبة دي من وسنك 10 سنين، أنت ما شاء الله عمرك 20 سنة يعني 10 سنين 19 دلوقتي 19 ما شاء الله. قول لي بقى دخلت النادي الأهلي، هي دي سر ده السر. أيوة في سر. سر من ساعة لما دخلت النادي الأهلي، دي الطفرة فعلا اللي حصلت لي في حياتي. طبعا الله يرحمه أنكل إسماعيل فاروق هو اللي وداني من الجزيرة الأهلي، وكان ساعتها مع كابتن خالد مرتجي. جابني النادي، وطبعا كان شرف ليا أول إن أنا أخش النادي، وساعتها كل البطولات يعني فعلا الحمد لله يعني جات لي ساعتها، و كسبت بطولة عالم ناشئين، وفكرنا حتى ان وانا في الناشئين العب محترفين، ودي كان برضو حاجه كبيره ان انا كنت باخد السيزونين مع بعض، يعني العب محترفين والعب ناشئين، فكان محترفين قصدي رجال ومحترفين ناشئين، ولعبت محترفين ولعبت يعني كان مثلا بيبقى عندي مثلا ممكن 16 سنه مصطفى احترف 16 يعني ممكن يبقى عندي 30 بطوله مثلا في السنه الواحده، فكان ان انا يعني اميكس ما بين الاثنين كانت صعبه قوي. بس الروح الحمد لله اللي زرعت فيها من النادي الاهلي هي دي اللي خلتني اوصل، واللي خلتني حتى بقيت يعني زمان كان عندي اللي هي ممكن اوصل فاينل واستكفى بان انا خلاص وصلت الفاينل. هو كان في نادي الجزيره قبل الاهلي لكن الطموحات دايما في الانديه يعني الاجتماعيه بتبقى ليميتد شويه. ما حصلش الطفره والنقله غير لما راح النادي الاهلي انتقل خلاص، يعني كابتن خطيب كان عامل اجتماع هو حضر اول ما جه ما شاء الله، فكان قال له الاهلي هو رقم واحد. اتنين ده ما مش عندنا، الكلمه دي كانت رعب الصراحه. تلقيتها ازاي بقى كابتن محمود الخطيب بيقول لك كده، يعني بيحملك امانه ورساله؟ يعني انا فعلا الكلمه دي انا خلتني مثلا 3 ايام ما نمش، يعني عمال افكر فيها، اللي هو كنت كسبت بطوله عالم اول واحده ناشئين، وكان ساعتها كابتن محمود الخطيب قال ان الاهلي طول عمره رقم واحد، نمره 2 دي زي 30، وقالها كده بالظبط. فانا بقى كنت لسه يعني بنستعد بقى للسيزون الجديد، رقم 2 زي رقم 30 كله زي بعض. حلوه صح، محصل بعض زي الاخير. فجات لي طبعا، جيت العب بطوله العالم الثانيه، فطبعا كان عليا ضغوطات كبيره جدا ان اروح اكسبها، فوانا بلعب الفاينل طبعا لا ازاي ومش هينفع وما ينفعش اخسر الماتش ده، ما فيهاش، ودايما يعني روح البطوله دي موجوده يعني، فالحمد لله اول ما نخش فاينل الحمد لله يعني بنكسبها الحمد لله.